الطريقة الوحيدة لهزيمة أن يتفق رأسكما. سولر بولر. كنت تتفقان على رأي، لم أقل تتبادلان النظر 3 دقائق. صحيح. لنريه مهاراتنا ونفوز عليه فورا. حسنا، لنفعل هذا سويا. أنا ضعف. اثنان في واحد، واحد في اثنين. ساذج جان، من قال إن القضاء علي سهل وسريع؟ إنه كالحظ السيء يلازمك للأبد. قفزة تحطيم الصخرة دل... لكن تعلم كيف تحدث رؤساءك. رئيسي، أنا رئيسك. هناك كلمة أبحث عن معناها. لن أساعدك لتهزيمك. قوة ثقب الأرض تحت أشعة القمر. جوين، خطتنا ضاعفت قواهما. أنت محق يا رجل الأرض، نزداد قوة تحت الضغط. يمكننا أن نحفر نصف الأرض قبل انتهاء الليل. أخي، علينا الرحيل، لن نتقدم خطوة أخرى. لابد أن أصل قبلهما، وإلا سيؤذياني جدي وجوان. واو، عدم التصرف كان حلا. أجل، معنويات الفريق تغط في النوم. كيف يمكن الاثنين مثلكما إفساد خطتنا؟ عائلة تينيس تستحق أن ندمرها أولا. تفعيل خاصية الملح والفلفل الخارقة. تقسيم الأرض إلى نصفين بقوة المغناطيس. اتفقا على شيء؟ لا أصدق عيني. بن وصل يا ناسي عسل. ماذا فعلت؟ لم أفعل شيئاً، كنت أحاربهما طوال اليوم. طاقتهما المغناطيسية عطلت ساعتي. وجئت لأطمئن عليكما. لو كنت استمعت إلى كلامي ولم تبتعد عنا لكنا استكشفنا هذه الغابة بدلاً من تدميرها. سولر وبولر اتفقا على أن يعملا معاً، أما أنتما فلا. جدي على حق، أنا المخ وأنت العضلات، معاً سنكون أقوى. في رأيك سنكون أقوى معاً؟ طبعاً، أكيد. والآن ما الخطة؟ أوكي، معنويات الفريق. الأشعة المغناطيسية جاهزة للانطلاق. يا سولر، يا بولر، ما زلتما تفكران في تقسيم الأرض؟ ما معنى سؤالك؟ ما زلنا نفكر في تقسيم الأرض؟ أنا لدي فكرة أفضل، نأخذ العالم رهينة ونطالب بفدية. عجبتني فكرة سولر، الأفضل أن تحكم العالم كما هو. سكان الأرض يقدرون عبقريتي، الطفلة الصغيرة ذكية. وأنا أذكى منها، لذا أرى أن تقسيم الأرض وحكم عالمين أفضل بكثير. معنا خطتان، أيهما أفضل؟ سننفذ خطتي أنا. بل خطتي، أريد رئاسة نصفي الخاص. نصفه. أنت لا تطاق. ليتني لا أعرفك. سأنفذ الخطة وحدي لاحقاً. يدخل الجدل من الباب فيخرج الود من الشباك. يا معنويات الفريق. معنويات الفريق. فخور بكم صغيري، لنعد الآن، تنتظرني كريستال. جدي، نحتاج للنقاش بشأن أسماء الكوبتر.